السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله يكون الكل بخير. البادي كومبوزيشن او قياس مكونات الجسم، في اجهزة موجودة بانواع واشكال مختلفة شأنها او وظيفتها ان هي بتقيس لك مكونات جسمك، زي مثلا نسبة العضلات في الجسم، نسبة الدهون، نسبة الاملاح والمعادن، كثافة العظام، نسبة البروتين الموجودة بداخل العضلات، بالإضافة لأمور أخرى. وطبعا مش كل أجهزة البادي كومبوزيشن بتعمل الكلام ده، لا، في أجهزة ممكن تكون ليها وظائف أقل أو بتعمل قياسات أقل، وفي أجهزة ممكن تعمل قياسات أكتر. وكمثال على أجهزة البادي كومبوزيشن أو الأجهزة اللي بتقيس مكونات الجسم، جهاز اسمه إمبادي. ومعلومة كده على جنب يا جماعة، إن جهاز الإمبادي هو اسم الجهاز مش اسم الحالة اللي انت بتعملها. بمعنى ايه؟ ان احنا قلنا ان البادي كومبوزيشن هو جهاز مهما كان ايه هو نوعه او الشركة المصنعة، ولكن وظيفته او الحالة بتاعته ان هو بيقيس لك مكونات الجسم بتاعتك. فانت خليك فاهم عشان محدش يستغلك. لما حد يقولك تعالى اعمل عندي امبادي، اسأله على نوع الجهاز الاول، قوله الجهاز اللي عندك نوعه ايه؟ هيقول لك جهاز امبادي. انت هتروح تشوفه، لو لقيته هو جهاز امبادي فعلا بتاع ماركه امبادي، اتس اوكي، يعني جو اهيد، ده جهاز كويس. لكن ممكن تلاقيه ماركه تانية او نوع تاني مش هيدي لك الوظيفه او القياسات اللي انت محتاجها. لو اتكلمنا على الامبادي، في منه موديلات مختلفه، في موديلات بتكون مخصصه للجيمات لان هي بتستخدم بكثره، بيتم استهلاكها بكثره، وفي موديلات تانية بيكون للاستخدام المنزلي، وده طبعا بيبقى تكلفته او تكلفه شرائه اقل بكتير جدا. مهما كان نوع الجهاز اللي هتعمل عليه البادي كومبوزيشن، سواء جهاز ماركه امبادي او اي ماركه تانية، ففي شروط لازم تتوافر فيك ولازم تهتم بيها وتكون محققها عشان خاطر يديك نتيجة بنسبة 99% صحيح. رقم واحد، انك ما تبقاش واكل قبل البادي كومبوزيشن على الاقل بثلاث ساعات. وانا شخصيا افضل وانصح ان انت تبقى على معدة خاوية، يعني تصحى من النوم يا دوبك بس تشرب شوية مية وتتوكل على الله وتروح تعمل البادي كومبوزيشن بتاعك. رقم اتنين، اياك ان انت تعمله بعد اداء التمرين او بعد اداء مجهود بدني. ليه؟ لان ضخ الدم في العضلات بيكون شديد جدا، فبالتالي النتيجة بنسبة 99% مش هتكون حقيقية. رقم ثلاثة، ودي لازم يهتم بيها اصحاب المكان المتوفر فيه جهاز الامبادي، وهو ان الجهاز يكون محطوط على ارض صلبة، يعني زي السيراميك مثلا، ما يبقاش محطوط على سجاد او ما يبقاش محطوط على ارض في اللين. رقم اربعة، ما تبقاش شايل في ايدك او في جيبك اي شيء معدن، وانا افضل ان انت يعني تفضي جيوبك تماما الا بس اللهم الملابس اللي عليك، عشان خاطر دي برضو بتفرق في الميزان وبتفرق في حساسية الجهاز نفسه. رقم خمسة، في كل مرة تعمل بادي كومبوزيشن ياريت ان الظروف تبقى هي بتاعت المرة اللي فاتت. بمعنى ان انت مثلا المرة اللي فاتت عملته الصبح بدري، فالمرة دي برضو حاول تعمله في نفس الميعاد اللي انت عملته فيه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت كنت واكل قبلها بثلاث ساعات، يبقى المرة دي برضو حاول ان انت تكون واكل قبلها بثلاث ساعات. ممكن اللبس اللي انت كنت لابسه المرة اللي فاتت مثلا، حاول ان انت تبقى هو اللي لابسه في نفس المرة الجديدة. اجهزة البادي كومبوزيشن موجودة فين؟ موجودة غالبا بتبقى موجودة عند دكاترة التخسيس والعلاج الطبيعي، او موجودة في الجيمات الكبيرة. تكلفته طبعا بتختلف من مكان لمكان، وعلى حسب الموديل بتاع الجهاز وعلى حسب نوعه. بس في مصر بصفة عامة ممكن تلاقيه بيبدأ يتراوح من 20 جنيه، 25، 40، 50، لحد 100 جنيه. فنصيحة، انت لو عايز تعمل بادي كومبوزيشن وتكون متأكد من النتيجة، او تبقى يعني ليطمئن قلبك ان النتيجة بنسبة معقولة كويسة، شوف البادي كومبوزيشن او اجهزة البادي كومبوزيشن اللي موجودة زي ما قلت، اما عند دكاترة التخسيس او العلاج الطبيعي، واللي هو موجودة في الجيمات الكبيرة تحديد. ومن ناحيتي، لان في ناس كتير قوي بتسألني على يا كوتش فين المكان اللي ممكن اعمل فيه بادي كومبوزيشن، طب انا عايز اعمل امبادي اروح فين؟ فمن ناحيتي، اللي يحب يا جماعة يسألني على الخاص على حسابي على الفيسبوك، ممكن ادله على مكان ممكن يعمل فيه بادي كومبوزيشن، وتحديدا على جهاز امبادي. ومن خلال ما انا عملت في المكان ده قبل كده وعارف تكلفته، فهي تكلفته متوسطة يعني مش مكلفة قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش تدوس لايك وسبسكرايب للقناة عشان خاطر يوصلك الحلقات الجديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.